اللي هيقام في برج العرب في اسكندريه. معانا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي اللي كان النهارده متواجد في التدريب. مساء الخير عليك يا شريف. مساء الخير عليك شيماء وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. بالفعل زي ما قلت النهارده كان في تمرين للنادي الاهلي في الساعه 11 صباحا. يمكن حضرت التمرينه الوقت الجديد للاعب حكيم الشحات اللي كان عنده بهجه وسرور ان بيشارك في تمرين النادي الاهلي. يمكن كان في جلسه مع اللاعبين حوالي 5 دقائق بين رشاد المدير الفني طبعا من النادي الاهلي وكابتن الحفيظ مدير الكره وباقي الجهاز مع اللاعبين يتكلموا عن اهميه مباراه الغد وتركيز طاقم في المباراه وتقديم مستوى يليق باسم النادي الاهلي والعوده مره اخرى للانتصارات. يمكن مشاركي عقد جلسه مع جلبي اللاعب الانجولي يمكن حوالي 3 أو 4 دقائق في الملعب وعقد ايضا جلسه مع الوسط الجديد حسين الشحات اللي بيتكلم معاه وكان بيديله اهتمام نظرا لمشاركته للاعب في اكثر من مركز واشاد بهذه الصفقه. كابتن الخطيب ايضا كان حريص انه يكون في جلسه مع حسين الشحات. يمكن تدريب النهارده كان بدني نوعا ما يمكن فتره كبيره جدا مدرب الاحلام في النادي الاهلي يمكن كان مخصص كذا فقره تدريب بدني ثم الشغل التخصصي على الجول يمكن من العرضيات ومن العمق ثم ختم التمرين الثلاثي بالتصويب على المرمى. يمكن بعد انتهاء التمرين سيد اللاعبون حاسين تناولوا وجبه الغداء في مطعم النادي لما رجعوا غرفه اللبس مره اخرى قبل التوجه الى الاسكندريه او برج العرب المضيف لمباراه سموحه غدا. نتمنى باذن الله توفيق بكره للنادي الاهلي. كان موجود يعني كابتن الخطيب رئيس مجلس الاداره كان حريص يتكلم مع اللاعبين على المرض فقط في مباراه غد وفي ما هو قادم لمشوار النادي الاهلي. يعني حصول النادي الاهلي على 3 نقاط كانت الجلسه مثمره. كانت الجلسه ادت انطباع كبير لدى اللعيبه لما بيلاقوا نجم كبير بحجم كابتن خطيب في غرفه الملابس بيجلس معاهم بيحفزهم على تقديم مستويات رائعه الفتره المقبله. يمكن على الجانب الاخر كابتن طارق سليمان مع الحراس الاربعه اكرامي والشناوي وعلي لطفي وشوبير قدموا تمرينه قويه جدا ويمكن الاربعه بيعلنوا جاهزيتهم لهذه المباراه. يمكن التاهيل كان مستمر سعد سمير حسام عاشور رامي ربيعه جزار صلاح محسن. التمرين شغال على اكمل ما يكون وباذن الله نتمنى بكره يكون يوم سعيد للاهلاويه. بكره يكون فوز ان شاء الله باذن الله. شريف النهارده ياسر ابراهيم كان متواجد في النادي الاهلي. ياسر ابراهيم النهارده كان متواجد في النادي الاهلي بعد ما حسين الشحات شارك في تمرين النادي الاهلي وغادر النادي الاهلي. كان في نهايه اليوم حضور ياسر ابراهيم لمقر النادي الاهلي وعقد جلسه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن محمد يوسف والكابتن عدلي القيعي ووقع بالفعل على انضمامه للنادي الاهلي. وكان لنا لقاءات خاصه وحصريه طبعا مع النجمين حسين الشحات وياسر ابراهيم اللي ابدوا سعادتهم الكبيره بارتداء الفانيلا الحمراء. ويمكن ياسر بعد توقيع النادي الاهلي واخذ الحوار معاه غادر النادي الاهلي في فرحه وسرور من جميع لاعبي النادي الاهلي. مستر رسام يمكن وقف الاتوبيس عنده مغادرته وهم مغادرين لاسكندريه. يمكن وقف لما لقى ياسر ابراهيم وقف ونزل له واتكلم معاه وقال له انت لعيب كبير ومنتظر منك الجديد ومنتظر منك المزيد ويمكن لنا جلسات اخرى في الفترات القادمه. لكن اشاد بهذه الصفقه ايضا وركب الاتوبيس وتحرك حتى الاهلي الى اسكندريه للمضيف في برج العرب لمباراه الغد. شكرا ليك شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي كان متواجد النهارده اثناء تدريب النادي الاهلي اللي كان بدايته زي ما قال لكم الساعه 11 صباحا.